بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أعزائي أحبائي متابعين قناة اسأل بيطري، النهاردة معادنا مع حلقة جديدة من سلسلة سنة أولى بيطري والهيستولوجي. بنكمل في الهيستولوجي بعد دراسة الخلية وأشكالها وأنواعها وحياتها والأشياء اللي بتحصل فيها من حياة وموت وتجديد، وإزاي بتنسخ نفسها وإزاي بيبقى في كنترول على الحاجات دي كلها. بنكمل مع الهيستولوجي وبنشرح النهاردة التيشوز أوف ذا بادي، اللي هي الأنسجة في الإيه في البادي، في الجسم يعني الحي. زي ما اتفقنا إن الهستولوجي هو علم دراسة الإيه الخلية والتيشوز بصفة عامة، أو اللي هي الإيه الأنسجة. There are four main tissues in the body. في أربع أنواع رئيسية من الأنسجة في الإيه في الجسم الحي بصفة عامة، زي إذا كان حيوان أو بني آدم. They arise from the three germ layers، بينبعوا من اللي هي اللي ايه 3 germ layers اللي هي الأساسية في الإمبريونيك تيشوز، أو الخلايا الأساسية في الجنين. بينبع منهم الأنسجة الإيه الأربعة دول of the embryo، من الجنين نفسه. أثناء تكوين الجنين في الرحم بيطلع منهم اللي هم الثلاث الأنسجة الرئيسية أو الخلايا الأساسية المكونة لبقية الأنسجة في الجسم، الإكتوديرم والميزوديرم والإندوديرم. هم بيكونوا أنسجة أو طبقات الجسم نفسه. These are epithelial، اللي هي الأربع أنسجة الرئيسية بقى عبارة عن إيه؟ أولا واحد epithelial tissue اللي هو بيطلع من الإكتوديرم والميزوديرم والإندوديرم، بيطلع من التلاتة لير، إكتوديرمال ميزوديرمال أور إندوديرمال. تاني نسيج اللي هو الكونكتيف تيشو او النسيج الضام الميزوديرمال، بيطلع من الطبقه اللي هي الايه الميزوديرم. ماسكولار تيشو بيطلع من الميزوديرمال برضه، يعني اللي هي الوسطيه. والنيرفاس تيشو بيطلع من الاكتوديرمال اللي هي غالبا ايه السطحيه. الابيسيليال تيشو معادنا معاه النهارده، او الابيسيليام تيشو، اللي هو بيطلع من الثلاثه لير، الاكتوديرم والميزوديرم والايه والاندوديرم. فبناخد الاول النهارده الابيسيليال تيشو اللي هو النسيج الطلائي، اللي هو بيبقى المبطن، نقدر نقول على المبطن بيبطن ايه في كذا مكان في الجسم على حسب ايه الوظيفه بتاعته، وعلى حسب الشكل، وعلى حسب الايه ترتيب الخلايا بتاعته، وعلى حسب الوظيفه. فبندرس this tissue is called epithelial tissue because it can cover surface or line cavities all over the body. ده من انتشاره اكتر نسيج منتشر في الجسم كله، فهو اسمه طلائي، من اسمه بنعرف انه طلائي، فهو منتشر في الجسم كله وبيطلع من ثلاثة لير، بره وجوه وفي النص وفي كل الايه الاماكن على حسب الوظيفه بتاعته. جنرال كاركترز، ليه جنرال كاركترز اوف ابيسيليال تيشو؟ يعني الجنرال كاركتر اوف ابيسيليال تيشو، واحد اتز ايزر اكتوديرمال على السكن، سطحي يا اما سطحي ونابع من طبقه الاكتوديرم يبقى مسلي السكن الجلد، او ميزوديرمال السيروس ميمبرينز اللي هو طالع، او اور اندو ايه ديرمال اللي هو يبقى فيه في كل الاماكن. اندوديرمال اللي هي الطبقه الداخليه من الخلايا الرئيسيه. ابيسيليال تيشو consists of، تاني خاصية بتاع منه على من الابيسيليال تيشو، ابيسيليال تيشو consists of crowded cells with minimal intercellular space between the cell، اللي هي الخلايا البينية بين الخلايا المكونة للابيسيليال تيشو قليلة جدا، أقل حاجة يعني أقل حاجة تأدي الوظيفة بتاع، يعني متلاصق الخلايا بينها وبين بعض، ما فيش فراغ كتير، او ما فيش انتر سيلولار سبيس اللي هو انتر مش انترا، انتر يعني بين الخلايا وبعضها قليله، بتوين زي ايه ذا سيلز. يبقى تاني خصوصا ان هو ايه مقرب من بعضه، لصيق لبعضه، الخلايا لاصقه لبعضها. ذا ابر سيرفيس اوف ذا ابيسيليام از فري، اللي هي السطح الخارجي او العلوي للابيسيليا تيشو بيبقى فري، مش مرتبط بحاجة. هو احنا هنشوف ان هو ايه في حاجة اسمها البيزل ممبرين، بتبقى الخلايا القاعدة اللي هي اللي بتغذى من خلالها، او بيقعد عليها خلايا اللي بيسيليم تيشو، بيبقى من فوق من تحت من القاعدة دي متلاصق مع الخلايا، متلاصقة عليها او جالسة عليها، يعتبر بيزل سيرفيس
انما اللي هو السطح العلوي عشان يؤدي الوظيفه بتاعته بيبقى فري. ذا بيزال سيرفيس ريستس اون بيزمنت ميمبرين ويتش مي بي كلير اور نوت كلير، يعني ممكن تبقى واضحه او مش واضحه على حسب برضو المكان اللي هو فيه الايه التيشو. البلاد رابع خصيصه، البلاد فيسلز اند ليمف فيسلز كان نوت بنتريت ايه بتوين ذا ابيثيليال سيلز بات نيرف سكان سو ابيثيليوم از افاسكولار ات ريسيفز نيتريشن باي ايه ديفيوجن فروم ايه ذا اندر لاينج كونكتيف تيشو. يبقى البيزل منت ممبرين مع الكونكتيف تيشو اللي هو الخليج الضام هم اللي بيأدوا الايه لتغذيه الايه الابيثيليال تيشو من خلال الانتشار، خاصيه الانتشار. هو افاسكولار يعني ما فيهوش اورده او خلايا توصل الدم او انسجه للدم يعني، وكمان ما فيهوش انسجه للليمف، الليمف اللي هي اللي بتحمل السوائل المناعيه والاجزاء اللي هي مش موجوده في الابيثيليال تيشو، وبيتغذى من خلال الانتشار بس ايه نيرفس، يعني في نيرف اندنج كتير زي السكن، يعني السكن اكبر عضو في الانسان، وفي اللي هو التفريعات العصبيه بتبقى موجوده ايه تحت الجلد على طول، واكتر حاجه ايه فيها بيبقى فيها التفريعات العصبيه. يعني يبقى هو اللي بيصير تيشو رابع خصيصه ليه ان هو الاعصاب اندنج او نيرف اندنج بتبقى موجوده فيه بكثره بس ما فيهوش لا اورده ولا ليمفاتيك ايه سيستم، وبيتغذى من الايه بالانتشار. خامس خصيصه، ات هاز ا هاي باور اوف ايه ريجينريشن رينيوال، اللي هي خصائص الخليه اللي احنا خدناها ان هو ده من الحاجات اللي هو بتتجدد على طول، يعني هاي باور اوف ايه ريجينريشن او التجدد او رينيوال، يبقى ينقسم بسرعه برضو اللي يؤدي الوظيفه بتاعته. ات ايزر كفرز، يبقى سادس حاجه ات ايزر كفر سيرفيس اوف لاينز كافيتيز سيرفيس ابيثيليوم، هو بصفه عامه بيبقى ايه مبطن يا اما للجسم كله زي السكن يا اما الايه لل الاعضاء الداخليه او اللي هي الجلاندز اللي هي بتبقى مسؤوله عن الافرازات والحاجات ديت او الامتصاص او المساعده في اللي هو تحريك الاشياء او كده زي ما هنشوف مع بعض. ابيثيليال تيشو مي موديفاي، سابع نقطه، ابيثيليال تيشو مي موديفاي تو جيف سيكريشن اند از كولد جلانديولار ابيثيليوم، ممكن زي ما قلنا بيتحول الابيثيليال تيشو الى ان هو بيبقى جلاند زي الجلاند، خلايا بتفرز الايه السكريشن زي الهرمونات او الحاجات اللي بتساعد على الهضم او الاشياء اللي هي الانزيمات اللي هي مهمه للايه للجسم. تامن حاجه مي موديفاي تو اكت ريسبتور اند از كولد نيورو ابيثيليال، ممكن في الخلايا العصبيه بيبقى مبطل الخلايا العصبيه وبيتحول لايه لمستقبل الايه اللي هي الريسبتورز المختلفه او التاثيرات المختلفه. ات مي هاف، تاسع حاجه، ات مي هاف كونتراكتايل فانكشن از كولد مايو ابيثيليال، يعني ممكن ياخد خصائص اللي هو العضلات ينقبض وينبسط برضو عشان ايه يوائم الوظيفه اللي هنشوفها مع بعض. يبقى هو بصفة عامة أكبر تيشو موجود في الجسم منتشر في من كل اللي هي الخلايا الأساسية المكونة للجسم كله، الإكتوديرم والميزوديرم والإندوديرم، يعني فوق وفي النص وفي داخل الجسم نفسه، وبيأدي وظائف كتيرة وعلى حسب الإيه الشكل بتاعه وعلى حسب المكان بتاعه في الإيه في الأعضاء دي. يبقى دول التسع خصائص بتوع الايه الابيثيليوم تيشو. ابيثيليال تيشو از كلاسيفايد انتو، لو جينا نقسم بقى الايه الابيثيليال تيشو هيبقى سيرفيس ابيثيليوم هيتقسم لاربع ايه اجزاء، سيرفيس ابيثيليوم او جلاندولار ابيثيليوم في الخلايا اللي بتفرز الهرمونات او حاجه، نيورو ابيثيليوم ومايو ابيثيليوم، يعني يا اما مرتبط بالسطح يا اما مع الخلايا الافرازيه يا اما مع الخلايا العصبيه يا اما مع الخلايا الايه العضليه، اللي هو سيرفيس ابيثيليوم جلاندولار ابيثيليوم ونيورو ابيثيليوم ومايو ابيثيليوم. تمام، هناخد النهارده السيرفيس ابيثيليوم. سيرفيس ابيثيليوم از كلاسيفايد اكوردنج تو اتس نمبر اوف لايرز انتو سيمبل ابيثيليوم وستراتيفايد ايه ابيثيليوم. هنبدا بالسيمبل ابيثيليوم، يبقى هو خلي بالنا من التقسيم، يعني احنا بنفرع على اساس ندرس بالراحه واحده واحده. يبقى احنا دلوقتي بنشرح في الايه السيرفيس ابيثيليوم
عبارة عن اللي هو واحد من أربعة من الإيه من ال الإبيثيليوم تيشو. سيرفيس إبيثيليوم ينقسم إلى سيمبل وإيه وستراتيفايد. سيمبل يعني إيه؟ بسيط. هنشوف خصائص السيمبل إبيثيليوم. It called simple as it is found formed of one layer. هو اسمه simple ليه؟ عشان هو مكون من طبقة واحدة one layer of cells resting on a basement membrane. زي ما قلنا هو طبقة واحدة بتستريح على البيزمنت ميمبرين او اللي هي الغشاء الاساسي اللي هو بياخد منه التغذية من خلال الكونكتيف تيشو تحتيه. It is divided according to shape of cells into, يعني بنكون بنقسم السيمبل إبيثيليال تيشو لحسب الشكل بتاعه لايه؟ هو وان لير فحسب شكل الخلايا بقى. واحد سيمبل سكويموس إبيثيليوم اللي هو المفلطح، يعني خلايا مفلطحة جنب بعضها زي ما احنا شايفين في الصورة، او سيمبل كوبويدال إبيثيليوم اللي هو المكعب، سيمبل كوبويدال اللي هو سيمبل كوبويدال إبيثيليوم يعني خلايا مكعبه مرصوصه تحت بعضها قاعده على بيزمنت ممبرين، او سيمبل كولامينار إبيثيليوم اللي هي الاسطوانيه او اللي هي الانبوبيه، سيمبل كولامينار ايه إبيثيليوم، وسيمبل كولامبر كولامينار ايه سيليتد إبيثيليوم. طلع لها ايه سيليا، فاكرين اللي هي السيليا اللي هي زي الشعور او اللي هي الحاجات البسيطه اللي بتبقى بتاع زي اللي هي الشعيرات الدقيقه اللي بتبقى بتنمو على سطح الخلايا ديت، ايه سيمبل كولامينار ايه سيليتد ابيثيليا، سودو ستراتيفايد كولامينار ابيثيليا. وهو ده اللي هو الايه، هو بيبقى شكله يوحي لك ان هو متعدد الخلايا، بس هو كله بنحدده من خلال ان هو بيبقى طبقة واحدة بس ترتيب على البيزل ميمبرين بيوحي ان هو ايه ان هو كذا طبقة، وهو طبقة واحدة بس مرصوصين بطريقة في خلية بتبقى قليلة ارتباطها بالبيزمنت ميمبرين، محشورة جنبها خلية ايه لها قاعدة على البيزمنت ميمبرين. فقبل ما يبقى في تصوير مكبر للخلايا كان بيبان ان هو استراتيفايد او الخلايا فوق بعضها، بس لما اخترعوا اللي هو الميكروسكوب الالكتروني شافوا ان ايه كلها طبقه واحده بس محشوره جنب بعضها بطريقه معينه، فادت الايه وشكل الخلايا نفسها كان بيبقى بيوحي ان في ايه النواة فوق بعضها، انما هي ايه في كل خليه مرتبطه بالبيزمنت ميمبرين، فسموه سودو استراتيفايد او اللي هو ايه كاذب او غير حقيقي. سودو يعني كاذب، استراتيفايد كولامينر إبيثيليوم يعني كذب عليهم في الاول عشان ما كانوش شايفينه كويس. سيمبل سكويموس ابيثيليا اللي هي اللي بنشرح دلوقتي، سيمبل سكويموس ابيثيليا اللي هو الايه الخلايا المفلطه. احنا لازم في كل نوع من الانواع نعرف شكله كويس ونعرف هو فين في الاورجان العضو اللي هو اللي بيبقى موجود فيه وايه الوظيفه بتاعته، ده مهم جدا. سيمبل سكويموس ابيثيليا ات از فورمد اوف وان لير اوف فلات سيلز، يعني هو بيبقى وان لير من فلات سيلز with flat nuclei مع برضو ايه نواه ايه مفلطحة، يعني خلية مفلطحة طبقة واحدة على البيزمنت ممبرين مع ايه مع نواه مفلطحة resting on the basement membrane. الفانكشن بتاعه it give a smooth surface which important for easy passage of fluids، بيوفر سطح ناعم وخفيف للايه تبادل الايه الفلويدز اللي هي السوائل، اند ايزي موفمنت وبسهل الحركه، سهل حركه ايه مرور السوائل من خلال اسين ممبرين ذات هيلبز اكسشينج اوف جاز، برضو بيبقى غشاء رقيق لتبادل الغازات، بيساعد في تبادل الغازات. من خلال الشكل ده والشرح ده نعرف ان هو موجود فين، السايتس بتاعه لاينز ذا بلاد فيسلز، بيغطي الايه او بيبطن جدار الخلايا اللي هي البلاد فيسلز او اللي هي الايه الاوعيه الدمويه والقلب، فورمينج سموث سيرفيس اند از كولد اندو إبيثيليوم، يعني في الخلايا القلب بيبقى اندو إبيثيليوم بالنسبه للقلب. لاينز تاني حاجه مكان برضو ليه لاينز زي ايه لانج الفيولاي اللي هي جدار الحويصلات الهوائيه، فورمينج سين ممبرين فور اكسشينج اوف جازس اند ايه كولد نيمو سايتس،
نيموسايتس على حسب المكان بتاعه. نيموسايتس اللي هو الايه اللي هي مكان الحوصلات الهوائيه، بيبقى على جدارها ورفيع بيبادل الايه الغازات. ثالث مكان لاينز سيروس ميمبرينز اكزامبل بلورا بريكارديوم بروتينيوم، اللي بيغطي الاغشيه المبطنه للاعضاء الحيويه المهمه زي البلورا اللي هي مغطيه البلورا اللي هو غشاء اللي حوالين الرئه، بريكارديوم التامور اللي هو حوالين القلب، البروتونيوم اللي هو حوالين الاعضاء الداخليه للجسم بصفه عامه او البطن وكده، البروتونيوم اللي هو الغشاء البروتوني بيبقى غشاء رقيق مبطن للايه للاعضاء الداخليه للايه للبطن. فورم سموز سيرفيس فور ايزي موفمنت، الاغشيه دي وظيفتها انها تسهل حركه الاعضاء ديت في الايه في الجسم. اند از كولد ميزو ابيثيليوم، بيتسمى ميزو ابيثيليوم اللي هو السيمبل ابيثيليوم. لاينز رابع مكان لاينز ايه باومانز كبسول اوف كيدني فلتريشن اوف بلاد، يعني هنا وظيفته في الباومانز كبسول اللي هي وحدات التنقيه او الترشيح في الكليه، بيتسمى ايه وظيفته الفلتريشن اللي هو الايه ترشيح. يبقى في الاربع اماكن زي ما بيقولوا، في يا اما في الهارت والبلاد فيسلز وده عنده سيليوم، يا اما في النيمو سايتس اللي هي اللي في الحويصلات الهوائيه، يا اما بيبقى في الميزو سيليوم في الايه في حوالين الاغشيه بتاعه الاعضاء الداخليه للجسم، يا اما في الايه في الفلتريشن في الكدن. يبقى كده شفنا ايه شكل الابيثيليوم على حسب إيه الوظيفه بتاعته والمكان بتاعه. تاني نوع السيمبل كوبويدال، بيتغير شكل الخليه من مفلطحه لايه لمكعب، مكعب عشان برضو يقوم الوظيفه. It is formed of one layer of cup like cells، زي الايه زي المكعبات cup like cells with endo central rounded nuclei. التانية كانت مفلطحة، النواة كانت مفلطحة والخلية مفلطحة، هنا ده كوبويدال والخلية ايه rounded في النص central. فانكشنز الوظيفه بتاعته سكريشن اند ري ابسوربشن، اللي هو الافراز والايه والامتصاص. السايتس اسيناي سمول داكتس اوف اول اكسوكراين جلاندز، في اللي هي الجلاندز اللي هي اللي بتفرز بيبقى على الاسيناي بتاعت الايه السمول داول اكسوكراين، يعني الخلايا الافرازيه زي السليفري جلاندز بيبقى موجود فيها. ثايرويد فوليكلز، في الثايرويد فوليكلز اللي هي غده الايه الثيروديه، او في اللي ثالث مكان اللي هو كونفوليوتد تبيولز اوف كيدني، داخل الكيدني. سيلز ار provided with a microvilli، بيبقى في الكيدني عليه microvilli to increase a surface area for absorption. يبقى هنا الامتصاص الوظيفة بتاعته الامتصاص. convoluted tubules of a kidney، يبقى اما افراز يا اما ايه امتصاص. يبقى دول الثلاث اماكن بتاع الكوبويدال ايه ابيثيليوم سيمبل ابيثيليوم. سيمبل كولامينر ابيثيليوم اللي هو النوع الثالث، اللي هو it is formed of one layer of tall columnar cells with basal oval nuclei، اللي النيوكلاي هنا بتبقى بيزل واوفال، وهو اسطواني الشكل او ايه او عمودي الشكل او دائري الشكل، تيوب او ايه كولامينر او سلندريكال، يعني ايه ده اللي هو السيمبل كولامينر ابيثيليوم. ده الفانكشن بتاعه سكريشن اند ابزوربشن، الاماكن بتاعته ات لاينز ذا ستومك سكريشن، في الاستومك بيبقى وظيفته السكريشن. ات لاينز ذا سمول اند لارج انتستين، المكان الثاني ابزوربشن اند سكريشن الاثنين مع بعض. ذا سيلز هاف مايكرو فيلاي which increase the surface، بيبقى على الكولامنر ابيثيليوم ده سمبل كولامنر ابيثيليوم وز ايه وز فيلاي، عشان يعمل ايه مساحه السطح يزود السيرفيس بتاع الايه الامتصاص. مين بنكرياتيك داكس، على المين بنكرياتيك داكس كومن
بايل داكت اند جول بلادر، بيبقى في البنكرياس وفي الايه، في الجول بلادر او اللي هي اللي في الليفر، اللي هي غده الافراز الصفراء، اللي هي بيبقى برضو على مبطل للسطح بتاعها عشان السكريشن بتاع العصاره الصفراويه. سام كولامينار سيلز رابع مكان فورم سكريت ميوكس ويتش اكوميليتس ان زير ايه ابيكس. بعض اللي هي الكولامينار ابسيليام سيلز بيبقى فيها ايه سكريشن، اماكن لافراز الميوكس زي بيكم كاب شيب از ميوكس ديسولفس ديورينج بريبيشن اند ار كولد جوبلت. جوبلت سيل من كتر الافراز بيتكون فجوه كده في ليه على الابيكس بتاع الخلايا الكولامنر، فبيعمل اللي هي الجوبلت سيل which are found in small and large intestine، بتبقى موجوده في السمول واللارج انتستين اند ايه ريسبيراتوري تراكت، وفي الريسبيراتوري ايه تراكت. دي وظيفتها افراز الميوكس عشان تسهيل الهضم او تسهيل الايه طرد الاشياء اللي هي اللي غير مرغوب فيها في الايه في بالنسبه للنج. السيمبل كولامنر سيليتد ابيسيليوم رابع نوع اللي هو الايه سيمبل كولامنر سيليتد اللي هو فيه شعيرات او اهداب اللي بتسميها اهداب. ات از فورمد وان اوف وان لاير اوف تول كولامنر سيلز ويز بيزل اوفال نيوكلاي بيزل اوفال نيوكلاي. برضه هي الكولامنر ابيسيليوم العادي بس بيطلع لها مايكروفيلاي او اللي هي الايه الاهداب. ذا سيلز ار بروفايدد ويز ايه سيليا زي ما شفنا في تركيب الخليه. الفانكشن وزي ما شايفين في الصوره الفانكشنز اوف سيليا كان فلويد اور بارتكلز اوفر ذا ابيسيليوم سيرفيس ان وان دايركشن زي بالظبط ايه هي بتنقل السوائل اللي هي الموكس اللي بيتفرز مع الداست سيلز مثلا او الداست بارتكلز بيطلعها بره مع الايه زي اشهر مثال التراكيه the lower بسيتس بتاعتها the lower part of respiratory tract lung bronchioles يا اما في تحت في البرونكيولز اللي هي الاجزاء اللي هي الشعب الهوائيه to move secretion upwards بتبقى في اتجاه واحد بتطرد الايه الحاجات لبره او في فهو بتبقى الاماكن بتاعته lower part of respiratory tract lung bronchioles to move a secretion for this او الفيميل جينيتاليا زي ما قلنا اللي في السيستم اليوترس والفالوبيان تيوب to help a movement of the ova تمام. السودو ستراتيفايد كولامنر ابيسيليوم يبقى السودو ستراتيفايد كولامنر ابيسيليوم ده النوع الخامس من الايه من السيمبل ابيسيليوم. It is actually a type of simple epithelium formed of a one layer of columnar cells. All cells rest on the basement membrane. يبقى ده الفرق بينه وبين الايه؟ الاستراتيفايد epithelium. ان كل الخلايا مرتبطة بالبيزمنت membrane بس زي ما شايفين احنا في الصورة خلية بتبقى مرتبطة بقاعدة كبيرة وخلية بتبقى مرتبطة بقاعدة صغيرة وده ورص الخلايا بالطريقة ديت يعني كذب في البدايه واوحى ان هي ايه طبقتين هي مش طبقتين هم الصفين مرتبطين بالبيزمنت ممبرين وهي طبقه واحده وخلايا واحده بس مرصوصه جنب بعضها محشوره يعني بتصم. يبقى الفيصل عندنا الارتباط بالبيزمنت ممبرين يبقى خلاه ايه سودو كاذب يوحي بس الشكل بتاعه بتصم كان نوت ريتش ذا ايه ذا سيرفيس ذا سيلز ار crowded متزاحمة مع بعضها so nuclei are present at more than one layer this gives the epithelium a false كاذب appearance مظهر كاذب ان هو ايه of being stratified انما هو مش stratified هو pseudo stratified يعني كاذب. types pseudo stratified columnar نون سيليتد وابسيليوم اللي هي في منه نوعين برضو اللي هو سودو ستراتيفايد
كولومنر ده في منه نوعين، سيليتد ونون سيليتد. السايتس بتاع السودو ستراتيفايد كولومنر سيليتد في الميل جينيتاليا سيستم، اكزامبل فاز ديفرنس اللي هي مكان الايه الاوعيه الناقله بتاعت الايه السبيرمز. الممبرينس بارت اوف ذا ميل ايه يوريثرا، في الممبرينس بارت اللي هو الجزء الغشائي بتاع الايه الميل يوريثرا، عشان برضو يطرد الحاجات وكده او يساعد في تحريك السبيرمز. بسودو ستراتيفايد، سودو ستراتيفايد كولومنر سيليتد ويز موتايل سيليا جوبلت. تاني نوع من السودو ستراتيفايد اللي هو الايه والسيليا الموتايل سيليا جوبلت سيل مع جوبلت سيل اللي هي الفجوات الافرازيه اللي احنا قلنا عليها ديت، بيبقى فيها ايه افراز للميوكس او لاي سكريشن. ابر ريسبيراتوري تراك ده بيبقى موجود في الابر ريسبيراتوري تراك اللي هي التراكيه، كولد ريسبيراتوري ابيثيليا او النوز والتراكيه والبرونكاي اللي هي التراكيه والحاجات اللي هي زي ما شفنا اللي هي السودو زي ما شفنا الكولومنر ابيثيليا السيليتد اللي هو بيبقى في الايه في البرونكيولز من تحت. يبقى هنا سودو ستراتيفايد ايه كولومنر وذ جوبلت سيل وسيليتد. رابع نوع السودو ستراتيفايد كولومنر سيليتد وذ دان موتايل سيليا ستيرو سيليا نوت ترو سيليا بات لونج ايه مايكروفيلاي، بيبقى في لونج مايكروفيلاي ما فيش سيليا. الابيديدمس ده برضه في الايه في الابيديدمس بتاع الايه القناه الهضميه. والمره الجايه ان شاء الله نكمل مع الاستراتيفايد ايه ابسينيوم ان شاء الله. يبقى احنا خدنا النهارده السيمبل ابسينيوم، والمره الجايه ان شاء الله نكمل مع الايه استراتيفايد ابسينيوم. وجزاكم الله خيرا.